في دخلت اليوم الأكيد باش تكون رباعية، والبداية بطارق الغديري، شنو حضرتنا في الدخلة طارق؟ خالد باش نحكيو على النفاق. النفاق هنا بصورة عالمية، مش في تونس، بل تونس ما ولا انعكاس على شنو يصير في العالم. كنا نتبعوا في أخبار الحرب، إن شاء الله ربي يهدي الناس كله، إن شاء الله ربي يسلم المدنيين خاصة اللي قاعدين يعيشوا في معاناة كبيرة. ولكن الايام الاولى من الحرب روسيا على اوكرانيا كشفت لنا حاجه نعرفوها، ولكن تكشفت بالبرايف نفاق نتاع الهيئات الدوليه المشرفه على الرياضه وعلى راسها الفيفا وخاصه واللجنه الاولمبيه الدوليه وعده اتحادات للرياضات في العالم اللي كلهم انزلوا عقوبات على روسيا. عقوبات الحقيقه انا ما نتصورش تمس بوتين، لانه بوتين تنجم تمسلو كي تفك له الحزام الاسود الفخري نتاع الجيدو اللي هو كان يمارس فيها والا تاع تاكواندو. ولكن كي تحرم ملاعبيه كره قدم نتاع المنتخب الروسي من التنافس على الوصول للمونديال، ما نتصورش ان اي لاعب فيهم اي لاعب فيهم هز سلاحه وهبط لاوكرانيا. ولا كي تحرم سوشين تستقبل دوره السيركوي نتاع فورمولا، ولا كي تنحي ممكن نفهمك كي تنحي الفينال نتاع الشامبيونز ليغ لانه ما عادش عنده برشا من بيترسبورغ، لانه ما تعرفش شنو يصير بيترسبورغ في الحرب ما دام دايره. ولكن الاتحادات الاخرى والمنتخبات الاخرى اللي تحرمت الحقيقه، ملاعبي نتاع تزلج على الجليد ولا ملاعبي نتاع باسكيت اللي كان يحضر في روحه عام كامل 12 شهر ومحروم من عائلته، محروم متشي هذه الشربه نتاع الكرنبل تعادل البلابي عندنا احنا في تونس، يقعد 12 شهر ما يشربش الشربه هذه نتاع الكرنبل لانه لازم يحضر روحه. بعد تحرمه انه ما يلعبش المونديال نتاع الباسكيت ولا المونديال نتاع الفيلو والفولي ولا نتاع الهوكي سير غازون ولا سير سكي ولا سير كلاس. فهمت الحقيقه هذا نفاق كبير برشا. كانت نجم يصير كما صار في الالعاب الاولمبيه الاخرانيه، الروس يشاركوا تحت رايه. سؤالي ليك طارق هنا مع الدخله نتاعك، هل انه اليوم الفيفا فزاعه؟ اي، لانه نعتقد انه عده ملاعبيه من الدول العالم الثالث عبروا عن مواقف سياسيه وتعاقبوا وكادت البلدان نتاعهم تتجمد النشاط نتاعها، والفيفا رناها تصدر البلاغات نتاعها نتاع التحذير والتنبيه والتهديد بعد سويعات من الحركات هذه، والملاعبيه يتعاقبوا وصحات الانديه نتاعهم تعاقب. بينما اليوم شفنا اليوم في مقابلات دوري ابطال اوروبا وشفنا في عده تظاهرات هذه فما شعارات سياسيه سواء مع اوكرانيا ولا ضد اوكرانيا ولا مع روسيا ولا ضد روسيا ترفعت والفيفا تشجع فيها، واللي شفناه من الفيفا ان الفيفا ولا تعاقب هي القرار هذا سياسي ولا رياضي باقصاء المنتخبات والفرق هو سياسي. رياضي في باطنه سياسي، سياسي طبعا سياسي. بلا وين نفصلوا في الرياضي على السياسي في الفيفا؟ وعلاش قلتوا شعارات جوفيه اصبحت فزاعه؟ انا مش حكيت عن النفاق، انا علاش بديت النفاق لانه هذا كله نفاق بحت، لانه اللي تعاقب عباد وتخلي عباد الحقيقه مانيش فاهمين كيفاش تدار سياسه المكيالين يعني. بالضبط، واضح سياسه المكيالين، وهذه هي الفرق بين القوى العظمى في العالم.